بيختلف هو ما بيختلفش. اتفضل جاوب على السؤال. اختلف معانا من الاوضه اصلا. طيب لا لا 4-4-2 هتورطنا ومش هنقدر ندفع ثمنها. هيلعب 4-4-3 نروح ل 4-3-3 دبل بيفوت يلعب باثنين في وسط الملعب. يمكن هو ابراهيم رايح لفكره الدبل بيفوت بس مع ان هو يبدل اللعيب الثالث اللي في وسط الملعب عشان ما فيش امام عاشور ان انا بدله بلعيب على الجناح والعب بالاثنين زيزو ومرموش وزيزو وتريزيجيه ومرموش. فانا هرجع ثاني في لقطتين معانا المنتخب الكونغو. هاتوا لقطتين هم بيلعبوا عليهم بيلعبوا عليها في الثلاث ماتشات بيلعبوا عليهم سواء كاكولو الباك رايت واي لعيب بيلعب قدامه بقى بيلعب قدام ثيو بونجوندا بيلعب متشاك ايليا ايا كان مين اللعيب اللي بيلعب قدامه في الجناح ضربوا بيها منتخب المغرب 5 مرات. منتخب المغرب لما ما لقاش في حيله هنوقف ثواني لما ما لقاش في حيله ان هو يعرف يعمل ايه رجع بخمسه ورا واتضربوا برضه بالخمسه ورا. فانا هروح بقى العب وانا باربعه ومفضي وسط الملعب وبلعب على الطرفين والثغره اللي اتعملت 3 ماتشات وهنقول علاجها ايه بعد شويه اتعملت 3 ماتشات ناحيه الشمال بتاعتنا وهم بيلعبوا على الشمال بتاعه المنافس في الثلاث ماتشات اللي لعبوهم فانا اروح العبهم 4-4-2 لا طبعا. بص يا كريم هنا هم عمليه الترحيل دايما اللي اللعيب اللي بيعمل عمليه الزياده الفيرود بيدخل انسايد يسحب معاه السنتر باك ويسحب معاه لعيب مركز 6 ويفضي ناحيه اليمين بيتضرب ويروح طالع اللعيب الظهير هو اللي يدخل ناحيه اليمين ويحط الكره دي اللي تم تسجيلها.